اوكي جماعة، كمان مقطع ثاني عن الهاكر، بس هاي المقطع رح يكون مختلف. رح اورجيكم المشكلة اللي صارت معاي، وكمان رح اقرأ تعليقات بعض المتابعين المشاكل اللي صارت معاهم. فهلا اول شي رح احاول ادخل اللعبة، بس طبعا صار لي اكثر من 10 مرات وانا احاول ادخل اللعبة مثل هيك، بس انه يوصل لمرحلة التحميل، يحمل شوي وبعدين يبطل يحمل او يطلعني من الجيم. فهلا شوفوا، بيبقى هيك فترة وبعدين خلص ما عاد اقدر اسوي شيء ابدا. فهلا رح اسرع لكم المقطع شوي. فيا جماعة هلا بدي اجرب اطلع من اللعبة وارجع ادخل عليها لانه ما عم تفتح معي. اوكي هلا رجعت دخلت على اللعبة، بس رح اقرا لكم تعليقات من الفيديو الماضي اللي نزل. التعليقات اللي كانت على اخر فيديو نزلته مثل ساما جيمر، الموضوع زاد لازم الادمن يصلح اللعبة ويطلعوا الهكر، بس كيف نوصلهم؟ متوقع عبر اليوتيوبرز، اليوتيوبرز بيقدروا يتكلموا الادمن. من رواين الريم الحين دخلت اللعبة والبواب مو موجودة وبيتي مو موجود، طلع لي حساب الهاكر ورسمني بيت الهاكر. ومثل فلور جيم ريم الجيني في بيت ما موجود، يخلي لي بيت صاروخ بس ما في اسم وشخصية، وبيت اختفى ريم، حتى في ناس بيت صاروخ اسم مالتهم الصفر. هذا ليش هاكر لعبة بيكي اكس دي جيمر؟ قولي للادمن يمكن يحلوها. مشكلة انه بيد اني احكي مع الادمن لاني ماني يوتيوبر باللعبة، بس ان شاء الله بتنحل المشكلة. بس هلا شوفوا يا جماعة، دخلت اللعبة عادي بستناها تفتح. هلا ما فتحت، شوف اوكي لساتها قاعدة متحمل. شايفين بيطلع لكم هيك خلفية ايش هاد؟ ليش هيك اللعبة قاعدة متحمل؟ ماني فاهمة يعني. اوكي هلا اي رح ارجع ادخل اخر مرة واسبق لكم الفيديو شوي عشان اسرعه يعني. اوكي جماعة طبعا هلا انا سرعت لكم الفيديو، وادم بحكي من كاين ماستر. تمام الفيديو الاصلي ما له صوت، ما سجلته بصوت يعني. طبعا هلا اول ما دخلت اللعبة وشفت هذا الشكل يعني جتني صدمة مو طبيعية. تخيلوا بس انكم تدخلوا على لعبة بيكي اكس دي ويصير معكم كل هاي المشاكل بيوم واحد، وحسابكم يصير فيه اشياء غريبة وباللعبة كلها، ومع ناس كثير كمان يصير هاي الاشياء وفجأة حسابكم يصير زي كذا. يعني تخيلوا انكم تكونوا صارفين اكثر من $50 او $60 على حسابكم بلعبة بيك اكس دي بس، وخلص بضغط زر كلها اللعبة والحساب تبعكم منحذف، تجيبوا سلطة قسما بالله. يعني بيك اكس دي الصراحة الهاكرز اللي فيها زودوها، وبيك اكس دي لازم تلاقي حل انه ما بصير تضل الامور زي هيك، لانه من جد اذا استمرت اكثر من هيك ممكن توصل انه الحسابات تنحذف باي وقت. ممكن يعني ما بعرف المتابعين عم يصير معاهم هيك، انا عم يصير معاي هيك. حساب ميسو ما دخلته، مو ناوي ادخله عشان ما يصير فيه اشي، ما بدي العب فيه ولا اسوي فيه اشي. بس انه الحسابات هيك ما بصير تضل هيك، لانه ما بعرف يعني الهاكرز ايش عم يستفيدوا من ضمن انه عم يسووا هيك زي هيك اشياء. فيا جماعة البي كي اكس دي اذا كانت من جد تبغى انه تحذف الحسابات الجماعية، فلازم يعني يكون في شيء باين انه هاي الحسابات مشكوك فيها. يعني تخيل انه عندكم انتو حساب تدخلونه اكثر من 100 مرة باليوم، يعني اكثر من 100 شخص يدخلون نفس الحساب بيوم واحد. الحساب ما بعرف اذا اللعبة قاعدة يعني شركة بيك اكس دي اذا قاعدة عم تراقب الوضع اللي بلعب بيك اكس دي، بس انه الحساب اكيد اذا انا كنت منشئة بيك اكس دي يعني انا كنت الادمنز اكيد راح اشك بهذا الحساب، اقول ايش فيه؟ ليش اكثر من حساب؟ ليش باكثر من ايميل قاعد عم يندخل عليه هذا الحساب؟ ايش اللي قاعد يصير؟ بس اوكي يا جماعة طبعا اللعبة ما بعرف اذا كيف راح تتصرف او كيف راح تتصرف، فلازم ننتظر. هلا دخلت على حساب عفوا على سيرفر خاص، هلا شوفوا ايش راح يطلع لي. هلا راح يطلع لي 3 بيوت، انا برجع بذكركم عاد عم بحكي مكان ماستر. يا جماعه شوفوا الـ3 بيوت هذول، البيت هذاك تبع مس زوزو في قدامه اشي تمام. هذا ما بعرف اذا كان بلعبة بيك اكس دي موجود او لا، بس يعني اتمنى منكم انكم تكتبوا لي اذا بلعبة بيك اكس اذا شفتوا هذا الشيء ولا لا، لاني ما شفته. يا شكله غريب تمام. ما شفته قبل هيك، بس يمكن يكون موجود بلعبة بيك اكس دي ويمكن ما يكون موجود. فما بعرف، انتوا اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا شفتوا هذا الاشي اللي حطته قدام بيتها او ما شفتوا. والمشكلة اني انا ماني داعية من هدول الثلاثة ولا حدا صدق من اصدقائي يعني مثل ما كم شايفين. ف
فكيف دخلوا على السيرفر تبعي؟ وطبعا انا اذا ما انا يعني شركه بيك اكس دي اذا قاعده بتحطهم انا ما بدي اياهم يجوا على السيرفر الخاص تبعي، ليش تحطيهم؟ يعني انا بحكي لو بيك اكس دي هي اللي كانت قاعده مسوي، بس طبعا مو بيك اكس دي، الهاكرز هم اللي قاعده مسوي هيك. فطبعا قد ما حاولت اني ادور عليهم بالمدينه فما رح القاهم، لانه هم اونلاين بعالم ثاني، او هم اصلا ما هم اونلاين، يعني هم اونلاين بس باين عندي انهم هم اونلاين بس بمكان ثاني هم مو اونلاين. يعني اذا رحت ابحث عنهم بالاصدقاء فما رح القاهم اونلاين. بس طبعا يا جماعه اتمنى تنحل هاي المشكله باسرع وقت، لانه كثير من حسابات ناس ثانيين بلشت تروح وينحذف من عندها اشياء. بس طبعا اشوفكم مقطع جديد. سلام.